برحب بحضراتكم من جديد، حلقة جديدة من برنامج همزة وصل، نتناول فيه طبعا بالرأي والتحليل أبرز المستجدات طبعا في موضوع من الموضوعات اللي بتهم المواطن المصري. وزي ما عودنا حضراتكم دايما بيكون موضوع البداية إحدى الشائعات اللي بنحاول نفندها لحضراتكم ونتناولها طبعا بالتحليل ونشوف هذه الشائعة مصدرها وكيفية الرد عليها من قبل المعنيين والمسؤولين. في الحقيقة الشائعة النهاردة طبعا بتستهدف موضوع أساسي جدا، هو موضوع الدواء المصري واحتياج السوق ليه وتوفير الدواء من عدمه وتوفير المواد الخام باعتبارها من المصنعات الأساسية أو من المكونات الأساسية لتصنيع الدواء في هذه الفترة. هذه الفترة طبعا من عمر الوطن والعالم كله في الحقيقة فترة حرجة جدا، الكل بيعاني منه، يمكن من نقص الدواء بعض الشيء أو بعض الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، فيها شح في الأسواق. لكن الحمد لله الشائعة زي ما شايفينها مع حضراتكم في عجز في المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثرا بأزمة فيروس كورونا. في الحقيقة الحقيقة الخاصة بها جاءت على طريق الرد على هيئة الدواء المصرية، حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود عجز في المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثرا بأزمة كورونا المستجدة. كمان أوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق أنه قام بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية واللي نفت بتلك الأنباء، مؤكد أنه لا صح على الإطلاق لوجود عجز في المواد الخام الاستراتيجية اللازمة لتصنيع الدواء تأثرا بفيروس كورونا، وما فيش اطلاقا اي تاثر بالمخزون الاستراتيجي، وانه المخزون مطمئن وكافي جدا لصناعه الدواء سواء الصناعات المحليه او حتى الصناعات التكميليه الخاصه بالدواء، لا يوجد اي تاثير لهذه الازمه سواء داخليا او حتى على صعيد التصنيع. وبدوره طبعا في تنسيق كبير ما بين شركات الدواء لتوفير عدد كبير من الادويه اللازمه لمواجهه فيروس كورونا من فيتامينات وادويه اساسيه في الفتره القادمه بكميات حتى تكفي الجميع ان شاء الله. تعليقا على هذا الخبر بينضم الينا عبر الهاتف دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه. برحب بيك دكتور علي. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقه دكتور علي يمكن بالاساس الاشاعات بتكثر من يعني الاشخاص الذين لا يردون الخير لمصر في بعض الاماكن الحساسه وبعض الموضوعات ذات الحساسيه البالغه، ومنها بالطبع صناعه الدواء المصري وتوفير الادويه اللازمه لمواجهه فيروس كورونا او حتى لاخذ الحيطه والحذر مثل الزنك وفيتامين سي وغيرها من الفيتامينات اللازمه لمواجهه هذا الفيروس. تعليق حضرتك ايه على توفر المواد الاستراتيجيه الخاصه بالتصنيع وكمان توفر الادويه بشكل كبير في السوق الدوائي في مصر؟ اولا طبعا هو لو مسكنا الملف من اوله، من اول حدوث كورونا في نص 12 وفي اوائل يناير، هناك خطوه استباقيه عملتها الحكومه ووزاره الصحه المصريه قبل ما تحصل اي ازمه او الطيران يقف او كده. تم مراجعه مصانع الدواء في مصر بالكامل قبل ما تحصل اي ازمه، بالمخزون الاستراتيجي بتاعها، بكميه المنتج النهائي، بمواد التعبئه والتغليف، والتاكد من ان الكميات تكفي لمده اكثر من 6 شهور لتسع شهور. تمام. الحاجه الثانيه ان الوزاره حطت تعليمات بانه لا يتم التصنيع الا بموافقه الوزاره والنزول والمتابعه لمراقبه الكميات، علشان خاطر هذه الادويه ممكن ان هي يحصل تهريب، يحصل سوق سوداء وبتاع، فكان هناك انضباط في عمليه الصناعه. الكلام ده لما اتعمل كده احنا عدينا ازمه اللي هي ازمه ان الصين كانت قفلت، الطيران كان وقف، ولكن احنا كان عندنا مخزون من مواد الخام ومواد التعبئه يكفينا ان احنا نقدر نكمل الازمه بدون مشاكل. النهارده لما الصين فتحت فانا استكملت كل النواقص اللي عندي، فانا ما عنديش مشاكل اصلا، يعني ما عنديش مشكله مواد خام ومواد تعبئه. انما اللي حصل ايه؟ ان الفيتامين سي والزنك لما نقص فالناس قالت لك ده ما فيش مواد خام، لا موجوده مواد خام ليه؟ ولكن هناك اللي حصل ان الناس لما حصل تكالب عليه، يعني حصل تكالب عليه تخزين بعض الشيء، يعني فخزنه اللي مش عيان ياخد ويقول لك انا باخده كده علشان خاطر لو حصل لي حاجه، ما هو القصه مش قصه لو حصل لي حاجه يعني. وبالتالي ده ادى الى حدوث ازمه. انا علشان منتج عندي الماده الخام وعندي كل حاجه، بس عشان انزل السوق محتاج لي من شهرين لثلاثه، اللي هي بقى ايه، التحاليل والانتاج والقصه دي كلها. الموضوع مش ان انا ادوس على الزرار بكره الصبح انزل السوق، بس الحاجه موجوده. الحاجه الكويسه ان في خلال الاسبوع ده هيضخ كميات كبيره من الادويه
خصوصا الحاجات اللي هي مقويه للمناعه في السوق. فالناس بس المهم الناس ما تتكلفش وتخزن من جديد تاني. يعني خلاصه القول دكتور علي ان الاشياء موجوده الحمد لله والمواد الخام موجوده وبالتالي ان شاء الله نستطيع ان نكفي السوق المحلي بشكل كبير. امريكا وامريكا امريكا وكندا كان فيهم نقص فيتامين سي. طب الدنيا ما عملتش ليه وما قالتش ان هم عندهم نقص دواء؟ يعني هو طبعا زي ما بنقول دي شائعات بتستهدف طبعا يمكن زعزعه الاستقرار بعض الشيء في الدوله، لكن الحمد لله تاكيدات حضراتكم وتاكيدات المختصين انه الحمد لله موجود بشكل كبير في الفتره القادمه. اشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه، شكرا جزيلا لحضرتك. وده طبعا رد كبير جدا ان الحمد لله الاشياء موجوده وبكميات تافيه ان شاء الله خلال الفتره القادمه، وان كانت يعني الايام دي طبعا مش موجوده بكثره عشان نكون يعني محقين، لكن هي طبعا موجوده للاشخاص المصابين بكورونا فعليا متوفره في المستشفيات وتصرف في البروتوكول الخاص بوزاره الصحه. طيب هنذهب لسؤال الحلقه الرئيسي والموضوع اللي بنتكلم فيه بشكل رئيسي اليوم، هو الحديث يدور حول كيفيه مساهمه الدوله وقرار الحكومه بتطوير اسواق الجمله في توفير السلع باسعار مخفضه. في الحقيقه ده هدف قومي وهدف استراتيجي جدا ان الحكومه توفر الاشياء وباسعار مخفضه. الحمد لله رب العالمين مصر يمكن ثابتة فيها الكميات بشكل كبير، ما عمرناش رحنا مكان ولقينا حاجة ناقصة، فده يدل إن شاء الله أن مصر تفير بخطى وثيقة جدا في توفير احتياجات المواطن، وده في إطار طبعا توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الإنتاج يعني توفير الإنتاج بشكل كبير، ولازم مستجدات تكون متوفرة والمتطلبات كلها تكون متوفرة للمواطن المصري بكميات كبيرة. الحمد لله ده موجود وده متوفر في الأسواق المصرية. اسمحوا لنا نخرج لتقرير ونتواصل بإذن الله في هذا الحوار. بهدف تطوير أسواق الجملة وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة ثلاثي الأطراف بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية الخاص بتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية. ويهدف البرنامج إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائي والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة. ويتكون برنامج المساعدة الفنية من عدد من الوحدات تختص بتحليل البيانات المتعلقة بالمسارات الحالية للأغذية والتوزيع الزراعي وتحديد مواقع لإقامة أسواق الجملة، فضلاً عما يتعلق بالخدمات اللوجستية ومنظومة سلسلة التبريد وكذا الشراكات مع القطاع الخاص، وأخيرا ما يتعلق بالتواصل والبعثات الدراسية. وإذا كان هذا البرنامج بالطبع الأساسي يعني يتوافق مع حضراتكم وهو مشاركة حضراتكم الرئيسية هي يعني لب هذا البرنامج، في الحقيقة طبعا التعليقات عبر الفيسبوك وتويتر وجوجل بلس وغيرها من المواقع الخاصة بكافة وسائل التواصل الاجتماعي. هنذهب مباشرة لأشرف فاروق دخول الدولة ومشاركتها في تعظيم دور الأسواق المركزية واللوجستية في كافة المحافظات الجمهورية واعتبار الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدولة لتحقيق الأسعار العادلة للمواطن لجانب الإتاحة والوفرة في المعروض بتنافسية عالية تصب بالأساس في مصلحة الوطن والمواطن لجانب الجودة ومراقبة ومتابعة أداء السوق والتقليل من الفاقد، وإن طبعا الدولة بتكون شريك أساسي في الإنتاج والإتاحة والتوزيع وحفظ المنتجات وإتاحة الفائض للتصدير بالرغم طبعا من الظروف الصعبة، لكن بتظل طبعا الزراعة والإنتاج الزراعي إن ده خطوة جيدة جدا بنشكر عليه الدولة في هذا التوجه وتلك الرؤية. وشكرا لقناة النيل للأخبار وبرنامج همزة تواصل على دعم وتنمية التواصل الاجتماعي. بالطبع هذا البرنامج منكم وعليكم ويتواصل معكم دائما باعتباره هدف جماهيري ننقل دائما نبض المواطن منه. بنروح لديفيد فايز، تطوير متميز ويجب عمل تطوير الأسواق الجملة للتنافس مع الأسواق العالمية، تحية وتقدير وتحية مصر، الأسعار حاليا في متناول الجميع. طبعا نكتفي بهذا القدر الآن عشان نقدر برضو نستمع لرؤية المتخصصين في هذا المجال. معنا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي برحب بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور علي.
دكتور علي، في الحقيقه ده الموضوع من الموضوعات المهمه جدا، وهو يعني هو موضوع امن قومي في الحقيقه. طبعا ثبات الاسواق وثبات الاسعار واتاحه المنتجات وتوفرها للمواطن المصري بكميات، ده من ضمن اولويات الامن القومي المصري وركيزه اساسيه للدوله المصريه في هذه الفتره. بشكل عام كيف نستطيع ان نقيم الامور، وبشكل عام ايضا كيف نتحدث عن تطوير الاسواق الجمله لكي تلبي احتياجات المواطن باسعار في متناول الجميع واسعار مخفضه؟ يمكن الدولة في بداية تداعيات أزمة فيروس كورونا أعلنت عن وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وده اللي يمكن عمل حالة من حالات الطمأنينة بالنسبة للمواطن، وقدر إن هو كمان يواجه حالة من حالات الهلع أو الفزع اللي كان ممكن يصاب بها المواطن نتيجة متابعته لما حدث في عديد من الاقتصادات الأخرى، وبالأخص كمان يمكن الدول الصناعية الكبرى. بالزبط. شفنا كان في حالة من حالات الهلع لدى المواطنين وتكالب على الحصول على السلع وبالأخص السلع الغذائية من الأسواق، وده كان ممكن يعمل عندنا أزمة. لكن يمكن الحكومة بإعلانها لبيان واضح عن الاحتياط الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفرها بشكل كبير، ده عمل حالة من حالات الاستقرار، بجانب كمان الرقابة على السوق من قبل الهيئات والمؤسسات المنوطة بذلك والجهات الرقابية المسؤولة عن دوت، من ضمنها طبعا جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها بقى من الجهات الرقابية الأخرى. أعتقد كمان إن إحنا يمكن عندنا ملف يمكن في مشكلة كبيرة، وهو مرتبط بالأسواق العشوائية. يعني إحنا بنتحدث عن أسواق الجملة وبنتحدث عن تطويرها، لكن في ملف يمكن شائك بأن فترة كبيرة جدا بندور لحلول عنه، وهو ملف الأسواق العشوائية. يمكن كان صندوق تطوير العشوائيات في نهاية 2019 العام الماضي كان قدم لمجلس النواب حصر مبدئي للأسواق العشوائية في مصر، وكان حصر حوالي 1105 سوق عشوائي. ويمكن لما حتى نيجي نشوف العدد الأسواق ديت هنلاقي إن معظمها بيعمل في السلع الغذائية، ويمكن أكثر هذه الأسواق موجود في محافظة القاهرة. وبالتالي كان في خطة للتطوير بالنسبة لهذه الأسواق، كانت تكلف ميزانية الدولة ما يقرب من حوالي 44 مليار جنيه، لكن طبعا يعني جزء من الخطة دي ابتدى إن هو فعلا يتطبق، وطبعا جت بقى تداعيات الفيروس كورونا والامور ديت فصعبت شويه، لكن الدوله حابه ان هي تطور من منظومه الاسواق ديت، لان في النهايه طول ما احنا بنتعامل في اسواق منظمه هنقدر نراقب عليها، وهنقدر ان احنا نحكم الاسعار، وهنقدر ان احنا نتابع سلامه وجوده المنتجات المقدمه للمواطن. لكن مشكله الاسواق العشوائيه بيصعب الرقابه عليها، وبيصعب رقابه الاسعار، وبيبقى فيها يمكن مخالفات كبيره جدا ممكن تاثر على الاقتصاد وتاثر كمان على المواطن. نعم. طيب دكتور علي، في التحديد في نقطة المواطن وهو المستفيد الأساسي من هذه التخفيضات ومن هذه الأسواق بشكل رئيسي، هل يمكن يعني قياس مدى رضائه عن الأسعار بالمقارنة ببعض الشركات الخاصة؟ يعني عايزين نستطيع أن الشخص ده يستطيع أن هو يقيم أن في توفير حقيقي ليه في دخله من خلال توفير هذه المنتجات بأسعار في متناول الجميع. إزاي ممكن نقيس مدى رضاء هذا المواطن، وكذلك نقيس مدى تجاوب هذه الشركات وهذه الأماكن لتوفير الأشياء في أسعار في متناول الجميع ومخفضة على الأسواق الخارجية؟ احنا عندنا يمكن أدوات كثيرة جدا نقدر نقيس بيها. يعني اقتصاديا احنا عندنا ما يعرف بالدخل الحقيقي، وهو مختلف تماما عما يعرف بالدخل النقدي. الدخل الحقيقي هو مقدار السلع والخدمات اللي بيحصل عليها مقابل في وحداته النقدية، وبنبتدي ان احنا نتابع المعيار الخاص بيه الدخل الحقيقي للمواطن، بنبتدي نشوف الارقام القياسيه لاسعار المستهلكين، معدلات التضخم الشهريه والسنويه، كلها مؤشرات اقتصاديه بنقدر ان احنا عن طريقها بنتابع حركه السوق. لكن الشركات ممكن تبتدي تتعامل على نقاط محدده بالنسبه لرضاء المواطن في محافظه معينه عن سوق معين،
او جوده المنتج اللي بيصل في محافظات الصعيد عن محافظات القاهره القبة او العاصمه. هو دوت اللي ممكن يبقى فيه استبيان او اراء مختلفه، لان برضه بيبقى فيه اختلاف في الاسعار حتى لو اختلافات طفيفه ما بين توطين الصناعه او توطين الزراعه وما بين الاسواق نتيجه طبعا تكاليف النقل وخلافه من هذه الامور. لكن في النهايه احنا اقتصاديا احنا عندنا مؤشرات كثيره جدا بنقدر ان احنا نقيس بيها اختلافات الاسعار وكمان انعكاس الاسعار ديت على مستويات الدخول. أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة دكتور علي إدريسي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. بالطبع نتواصل مع حضراتكم نشوف برضو آراء حضراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بنشوف دينا الشرقاوي: الحقيقة الحكومة نجحت في توفير جميع السلع في الأسواق بأسعار تنافسية بتناسب جميع الفئات، وده طبعا رأي دينا. من أجلاء أحمد فرحات: يساهم في عدم تلاعب التجار في الأسعار والقضاء على التلاعب في السوق السوداء لتوفير المنتجات، برضو ده رأي جيد جدا، لأن طبعا توافر الأشياء وتوافر المنتجات بشكل كبير في السوق بيدي للسوق طبعا ثقل وبيمنع الجميع من التلاعب فيه. وإذا أنت حضرتك غليت في شخص تاني بيبيع بأسعار عادلة فبالتالي أنت لازم ترجع لأسعارك الطبيعية جدا. هنروح لأيمن رمضان بيقول: بيساهم قرار الحكومة بتطوير أسواق الجملة في توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وإن هذا القرار بيهدف إلى تقليل التكلفة على المستهلك وزيادة المخزون التمويني السلعي بالإضافة لتلك الأصناف من خلال التعاون وتبادل الخبرات الدولية ما بين الجميع. طبعا مرفق بصورة من الأسواق. بشكركم طبعا على المشاركة، وأكيد لازم نشوف بقى رأي السوق أخباره إيه أو الأشخاص اللي هم محتكين بشكل كبير بالسوق المصري. معانا الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. أستاذ محمود برحب بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ محمود. حضرتك في السوق منذ فترة طويلة وبتتابع طبعا السوق بشكل كبير، شايف حضرتك دخول مثل هذه الأسواق اللي بتدخل فيها الدولة بالشراكة مع بعض الشركات الأجنبية لها ثقل ووزن دولي في هذا المجال في التوزيع وتجارة الجملة، هل فعلا يساهم بشكل حقيقي في خفض التكلفة الخاصة بالمنتجات وبالتالي حتى تقليل الحلقات من المنتج للمستهلك، فبالتالي تقل كثيرا عن مثيلاتها في باقي الأسواق من خلال هذه الجمعية؟ احنا كمواطنون ضد الغلاء عندنا تجربة رائعة جدا فيما يتعلق بتقليل حلقات التداول. يعني فيما يتعلق باللحوم على وجه التحديد عندنا منشأ سوداني بناخد منه اللحوم بتنزل على المستهلك مباشرة دون وسطاء. تمام. ده بيقلل نسبة او بيقلل تكلفة الحكاية، بيخلي ان انت تبيع دايما اقل من السوق على الاقل 30-40%، لان الوسطاء بياخدوا كميات بياخدوا فلوس كبيره في كثير من الاحيان. احنا بامانه شديده دايما بنشجع فكره البيع نص الجمله. تمام؟ بيع نص الجمله او بيع الجمله، لانه في النهايه بيوفر للمستهلك. انا مش ضد تاجر التجزئه اللي عايز يبيع على قده قطعه جبنه علبه جبنه او علبه حلاوه، ده انا ما اقدرش اعدم فرصه فيه انه يعيش حياته كويس، لكن على الجانب الاخر مهم جدا انه احاول اقلل تكلفه المعيشه على الناس الغلابه وخاصه كمان الطبقه المتوسطه. تمام؟ وجود اسواق الجمله مهم جدا وتطويرها مهم جدا. تمام؟ بعث الحياه في هذه الاسواق وخاصه اسواق الخضار على وجه التحديد تطويرها وتقليل الفاقد وكل الحاجات دي تطور اداء التجاره في مصر، وبالتالي ينعكس ده على المستهلكين والناس تستفيد بشكل او باخر ان شاء الله. نعم. طيب استاذ محمود، حضرتك فتحت موضوع مهم جدا، هو طبعا مثلا على سبيل المثال يا اما اللحوم يا اما الخضروات، بنلاقي مثلا بتتفاوت بدرجه كبيره جدا من منطقه لمنطقه اخرى. لو اتكلمنا على منطقه يعني راقيه بعض الشيء نلاقي فيها الاسعار مثلا على سبيل المثال مثلا كيلو الطماطم ب 10 جنيه، نروح مثلا منطقه يمكن متوسطه الحال شويه او حتى من المناطق الشعبيه نلاقي كيلو الطماطم ب 5 او 6 جنيه، بنتكلم عن الضعف تقريبا في بعض الاحوال يعني. ده السبب الرئيسي، هو انه احنا حتى هذه اللحظة لم نستطيع ان نصل الى حل وسط يرضي جميع الاطراف، يرضي التجار والمنتجين من ناحية ويرضي المستهلكين من ناحية، وتقود الحكومة هذا الدور. يعني المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتجيز للدولة ان تحدد سعر منتج او عقد. احنا بنقول لهم لا، احنا مش عايزين نحدد السعر، عايزين نعمل سقف للارباح. بمعنى انه سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين من 5 الى 6 جنيه، في الزمالك بيعه ب 6
وفي امبابة بيعه بخمسة، يبقى انت ما خسرتش او ما عملتش فجوة مزعجة، وبالتالي عملت حالة موائمة ما بين المكانين. المكان اللي في الزمالك ربما يبقى تكلفته اغلى شويه مثلا من حيث الايجار، من حيث النقل او شيء من هذا القبيل، وبالتالي تبقى انت خدت حقك ثالث ومثلث. يا عم يا اللي فاتح في الزمالك هتبقى اخدت حقك، يا عم يا اللي فاتح في امبابة هتبقى اخدت حقك. لو انت عملت سقف للارباح، سقف الارباح مش تحديد سعر، انا اتصور يعني مثلا لو قلت سقف الارباح في سلعه الطماطم مثلا لا يتجاوز 20%، يبقى خلاص ممكن تاخد 10%، ممكن تاخد 15%، ممكن تاخد الحد الاقصى من الارباح زي ما هو محدد، انما يبقى في سقف الارباح لا يترك الامور بهذا الشكل على عوائلها وخاصه في ظروفنا الحاليه. طيب هتطلع اصوات برضه استاذ محمود تقول لك ده يتنافى مع فكره السوق الحر وفكره العرض والطلب وفكره ان المنتجات متاحه لا غير متاحه، والمنطقه دي مش عارف فيها ايجارات غاليه، يعني هتلاقي اصوات غريبه بتطلع تنادي لك بمجموع المصطلحات الاقتصاديه اللي هي موجوده في الكتب وغير مطبقه في الواقع العام، لكن كل واحد بيكيف الامور على حسب هواه. طبعا بالتاكيد هذا الكلام في جزء منه يتنافى مع اليات الاقتصاد الحر، لو انت حددت الاسعار، لو انت قلت تسعير جبري، انما لو قلت تسعير سقفي، سقف الارباح، فرنسا اخذت بهامش الربح بتحديد هامش الربح، فرنسا وهي دوله ليبراليه وعديده في الليبراليه الاقتصاديه اخذت بنظام هامش الربح وما حصلش اي مشاكل عندهم، ليه؟ لانه في النهايه هو بيعمل سقف الارباح، مثلا يقول سقف الارباح في منتج الحديد 30%، ممكن تاخد 15%، ممكن يبقى 20%، ممكن يبقى 25%، انما لو زدت عن 30% يبدا المحاسبه يقول لك ستوب، انت كده بقى بدات تتعدى الخط، انت تكلفتك الحد الادنى لتكلفتك في هذا المنتج قد كده، هامش الربح قد كده، انت بتكسب. فكره ان انت تزيد عن سقف الارباح بهذا الشكل يبقى انت عايز تفتري على المستهلكين، واحنا بنرفض. الدول فيها هذه الدول عنيفه جدا في مواجهه هذا الجشع، لانه في النهايه بيأثر عليهم في الانتخابات، ممكن جمعيه 60 مليون في فرنسا تسقط رئيس فرنسا، وبالتالي انت بتتكلم على ديمقراطيه وعلى حريه، على حريه مش 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 تقييد، بالعكس ده كلام ايجابي جدا، وانا اتصور ان احنا مطالبين ان احنا نعمل ده في المرحله اللي جايه. البرلمان مطالب ان يعمل تحديد لسقف للارباح لا يتجاوز التاجر او المنتج او اي حلقه من حلقات التوزيع، بما لا يضر اي طرف من عمليات من العمليه الاقتصاديه التجاريه ولا يضر المستهلكين على الجانب الاخر. طيب الازمه الحاليه اللي في مصر وفي العالم كله، ازمه كورونا استاذ محمود، افرزت في الحقيقه طبعا بعض الممارسات الغير عادله او بعض الممارسات اللي هي غير مرغوبه في المجتمع، مثل الاحتكار بعض السلع، بيعها طبعا باستغلال حاجات الناس ليها وبيعها بسعر يمكن يفوق سعرها بكثير جدا، وشفنا ده في الحقيقه في بعض الحاجات. شايف حضرتك الحلول من وجهه نظرك لمعالجه هذه الازمات؟ وده بيحصل مش بس في ازمه كورونا، لا مع كل ازمه من الازمات احنا بنلاقي بتظهر بنسميهم تجار السوق السوداء زي ما بنسميهم في الاقتصاد، تجار السوق السوداء. يعني شايف حضرتك ايه الحلول اللي مطروحه لمواجهه اي ازمه من الازمات بشكل او باخر؟ واضيف لحضرتك تجار ازمات طبعا، مش تجار سوق سوداء طبعا. تجار ازمات، لك ان تتخيل النهارده بدا يطلع لك لما لا الى البلازما بدات تبقى في علاج للاسف في علاج للاسف البلازما، بدانا نلاقي النهارده ناس يقول لك واحد مريض بكورونا، كان مريض بكورونا وله في هذا المرض واعظا، تمام، يقول لك لا انا هاخد 20,000 جنيه فلوس في يا راجل يا راجل، ده انت كنت هتموت، ده انت كنت على قاب قوسين او ادنى من القبر وربنا انقذك، انقذ غيرك. لكن لا، في ناس بدات تشتغل على الجانب ده من المستشفيات الخاصه، انا بقول لحضرتك في مستشفيات خاصه بدات تشتغل على فكره ان ياخد 100,000 جنيه. الحقيقه دول يا استاذ محمود دول مش تجار ازمات، دول مش تجار ازمات، دول تجار موت. طبعا تجار موت. انا عايز اقول لحضرتك الكمامه دي اللي النهارده بيوصل 8-10 جنيه بعض الاحيان، الكمامه دي تكلفتها 50 قرش تتباع ب 10 جنيه، هذا اجرام، هذه ارباح انتهابيه واجراميه، ويجب ان تواجه الدوله هذا الكلام بكل قوه، لانه في النهايه ده امن قومي، ما ينفعش. صحيح. احنا يا جماعه خلينا نتكلم بصراحه، احنا عندنا قانون طوارئ، ما ننفذ قانون طوارئ على الناس دي، لان الناس دي بتفتري على على على, على المجتمع وبتستغل حاجته، وبتستغل حاجه الضعيف والفقير. صحيح. والمعدوم واللي بقى عنده الناس اللي عندهم ازمات، ما ينفعش احنا نسيب الموضوع بهذا الشكل. لابد ان تكون هناك حلول حاسمه وحازمه، لانه احنا في ازمه وفي خطر، ما ينفعش نستغل بعض. نعم.
في الحقيقة طبعا قرار رئيس الوزراء كان في منتهى الحكمة وضبط الأسواق بشكل كبير جدا خاصة بمستلزمات فيروس كورونا على وجه التحديد. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، شكرا جزيلا لحضرتك. من جديد برجع لحضراتكم، بنشوف طبعا بعض التعليقات الخاصة لبعض المواطنين أرسلوها في وجهة نظرهم في هذا الموضوع. بنشوف المستشار دكتور السيد أبو زيد النظام الجديد وعمل النظافة والتطهير المستمر، كمان عمل التفتيش على السلع وعمل تحاليل لها للمواصفات الصحية للناس من الكيماويات المضرة والمسممة، بيبقى تطور جديد. أما الأستاذ محمد الطواب قناوي عاشور بيسهم قرار الحكومة بتطوير أسواق الجملة في توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة في كل ربوع الوطن وبدعم لوجستي بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة مع محدود الدخل ومعدوم الدخل ومتاحة للجميع وبجودة، الاطمئنان على توافر السلع الغذائية باستراتيجية قومية بتعاون دولي بلائحة قومية مع جهود مكثفة للداخلية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة. كلنا واحد طبعا، هي مبادرة وزارة الداخلية اللي مشهورة ومعروفة بشكل كبير بتوفر السلع الأساسية للمواطنين ضمن إجراءات كورونا في الأزمات والكوارث بتوفير السلع الغذائية لمحافظات الوطن وبأسعار مناسبة. طبعا كلنا واحد، هي مبادرة موجودة من قبل حتى وجود فيروس كورونا. في الحقيقة ده طبعا جهد مشكور من وزارة الداخلية، وكمان الشكر موصول للقوات المسلحة لتوفيرها كافة الاستلزامات الخاصة سواء بكورونا أو غيرها من المنتجات في كل المنافذ الخاصة سواء بأمان الخاصة بالشرطة المصرية أو حتى بمنافذ القوات المسلحة في كل مكان. أكرم حمودة، الدولة المصرية اشتغلت بكل جهد وبلازالت في زيادة المعروض من السلع وأدخلت القوات المسلحة منتجاتها للسوق فخلقت مناخ تنافسي صعب في صالح المواطن وقضى على الجشع وتطوير الأسواق، خطوة ممتازة جدا بتزيد من سهولة وصول السلع وزيادة المعروض والحصول على بعض الأصناف طوال العام من خلال ثلاجات الحفظ داخل هذه الأسواق. طبعا الخير في مصر لقيام الساعة، ربنا يجعلها دايما في سخاء ورخاء محفوظة من رب العالمين قيادة وشعبا. وشكر والتقدير لأسرة النيل الأخبار على المجهود المتميز، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التعليق المتميز أستاذ أكرم حمودة، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب ده كان تعليقات بعض المواطنين. معنا الآن عبر الهاتف دكتور أحمد شيحة عضو اتحاد الغرف التجارية. أستاذ أحمد برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. بشكل عام تعليق حضرتك على دخول الدولة في شراكات مع بعض، سواء مع الوكالة الفرنسية أو حتى بعض الشركات الخاصة لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج والإنتاج والمستلزمات الخاصة بالمواطنين بأسعار في متناول الجميع لدخولها للسوق بشكل كبير، شايف حضرتك الخطوة دي عاملة إزاي؟ لا، هي خطوة طبعا خطوة متميزة ومتأخرة، لأن كل دول العالم الكبرى وخاصة الدول الصناعية، وأنا بخص بالصين هنا بصفة خاصة، الحكومة بتدخل في شراكات مع الشركات الاستثمارية سواء شركات محلية أو أجنبية، وخاصة في الصناعات اللي هي بتبقى محتاجة تمويل كبير ومحتاجة يعني تكنولوجيا عالية. فده مجهود طيب طبعا من الحكومة، وبالعكس أنا يعني بطالب أنها تتوسع في كل السلع، ما تبقاش محدودة على سلع محددة، في كل السلع سواء بقى سلع غذائية سلع طبية سلع زراعية سلع إلكترونية، يبقى ليها دور الدولة في هذه الشراكة، لأن طبعا الدولة بيبقى فيه أمور متيسرة أكتر لو القطاع الخاص بيشتغل لوحده. نعم. طيب شايف برضو أستاذ أحمد يعني توفير منظومة تجارية أو تجارة الجملة بشكل أساسي أو معلومات عن المنطقة دي إن هي بتشتهر بصناعة منتج معين، المنطقة دي فيها حصيلة زراعية عن منتج معين، هل شايف ده بيرسم خريطة جديدة لخريطة التوزيع لمصر وبالتالي نحن نتكلم عن مناطق بعينها بتنتج سلع معينة أو منتجات زراعية معينة، فبالتالي نستطيع إن احنا نرسم خريطة خاصة بالمنتجات موجودة في مصر؟ هو بص هقول لحضرتك، هو طبعا التخطيط الجديد لعمل مناطق بالسلع متميزه بيبقى المنطقه فيها ميزه نسبيه لهذه السلع، زي مثلا عامه الدوله بعمل احواض الاسماك وعمل الصوب، فكل منطقه بتبقى فيها ميزه معينه الدوله بتستغلها وتشارك القطاع الخاص، وانا بؤكد على مشاركه القطاع الخاص مهم جدا بالضوابط اللي تضمن التزام الطرفين الدوله والقطاع الخاص في توفير هذه السلع، نستفيد من خبراتهم، والدولة بتوفر الأراضي وتوفر البنية التحتية وتوفر الموافقات، فأنا شايف إن ده اتجاه جيد جدا في كل السلع الدولة تتوسع في هذا الموضوع، لأن لما بيكون هدي حضرتك مثلا لما بتشوف الدول بره وهنا في مصر القوات المسلحة عملت كده، كنا الأول بنجيب الجرانيت أو الرخام من سيناء أو من أسوان.
نقله بيبقى اكتر من ثمن البلوك اللي بيجي. لما بدات الدوله تنتبه بدات تحط المصانع في قلب المحاجر عشان توفر هذه التكلفه العاليه جدا ويبقى تقدر تنافس في المنتج اللي بتنتجه. وطبعا شيء جيد جدا وخاصه في مجال التجاره الاسواق التجاريه عايزينها تتوسع اكتر، يبقى في منافسه ما تبقاش محصوره على شركه او شركتين او ثلاثه، لان التجاره كل ما زادت المنافسه كل ما زادت السلع وانخفضت الاسعار في ظل المنافسه الشريفه اللي هي بتساعد على ايجاد منتج جيد وبسعر منافس. طيب استاذ احمد، ده برضو بيفتح مجال اخر، بيفتح مجال اخر للحديث وهو الصناعات التكميليه الخاصه، سواء مثلا لو اخذنا على سبيل المثال المنتجات الزراعيه بيكون فيها هدر كبير جدا طبعا في الاستخدام، فممكن نعمل كان مرارا وتكرارا الرئيس يتحدث عن الصناعات التكميليه الخاصه بالمنتجات الزراعيه، ان احنا لازم يكون عندنا صناعه تكميليه، يعني تكفيف مثلا لبعض الحصلات الزراعيه، مثلا نستغل بعض الطماطم في عمل صلصة مثلا إذا يعني المنتج كان زيادة. فكرة الصناعات التكاملية الخاصة بالزراعية إزاي ممكن نفتح فيها أسواق جديدة أو نتكلم عنها وبالتالي برضو نوفر مخزون منها بشكل وبأسعار في متناول الجميع؟ ده من أهم الحاجات اللي وأنا بأيد سيادة الرئيس فيها، من أهم الأمور اللي هي تقدر تستفيد بيها وتوفر فرص عمل وتستفيد من قيمة المادة الخام، زي ما قلت الطماطم بتتحول إلى منتجات أخرى أو البطاطس بتتحول إلى منتجات أخرى، البطاطس والبصل والثوم وغيرها من المنتجات كلها، كل دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لأن احنا لما بنصدر المادة الخام وبنستوردها بأربع خمس أضعاف أسعارها احنا نصنعها هنا ونستفيد بالفرق ده ونوفر السلعة بالجودة اللي احنا شايفها. ألو، أيوة سامع حضرتك، اتفضل يا أستاذ. فأنا شايف طبعا اتجاه طيب جدا ان احنا نستفيد من المادة الخام وتحويلها الى منتج مضاف ليه بقى طبعا اي نوع من انواع الصناعات الداخلة فيه، وتبقى فيه حتى فرصة للتصدير لهذه المنتجات. نعم، اشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة الاستاذ احمد شيحة عضو اتحاد الغرف التجارية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التحليل وهذه القراءة. طبعا نستنى دائما يعني حضراتكم ومشاركتكم دائما على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، سواء على الفيسبوك، على تويتر، على جوجل بلس، على انستجرام، على كل وسائل التواصل الخاصة بنا. سؤال غدا بإذن الله، كيف ساهم قطاع التكنولوجيا في دعم التعليم والعمل عن بعد خلال أزمة كورونا في الحياة؟ ده من الموضوعات الأساسية جدا اللي كان يعني مفرزات كورونا كانت يعني شريك أساسي في تأكيد على دور التكنولوجيا وبالذات في مجال التعليم، كان لها الريادة والسبق في تأكيد ان احنا نستطيع ان نعتمد بشكل أساسي سواء في العمل او حتى في التعليم عن بعد. طبعا نستنى مشاركاتكم زي ما قلنا لحضراتكم على الفيسبوك، على تويتر، على جوجل بلس، على انستجرام، على كذلك سكايب، عبر موقع التواصل الاجتماعي همزة وصل اي جي. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، وغدا بإذن الله فريق عمل جديد من برنامج همزة وصل، الى اللقاء في غدا بإذن الله مع فريق عمل جديد، الى اللقاء.